حكى المباراة من المكسيك ريبيو فاكس من المكسيك بمساعدة من فرنسا وبدت واضح منتخب الكويت الوطني الأزرق كرة مع فتحي كميل وأيضا مساعد الحكم من فرنسا فيرار وماتسون أندريس من فنلندا كرة في نص الملعب توصل إلى الفريق الاتحاد السوفيتي الفريق الروسي بيلعبها عطلة تنكيز تنكيز كرة معاه بيلعبها في نص الملعب مرة ثانية وكرة بيحصلها وبيلعبها بيقطعها دفاع منتخب الكويت الوطني دخيل دخيل الحوطي حوطي لحمد أقرب لها اللاعب الاتحاد السوفيتي اللي هو فايدور تطلع الكرة من التمات وليد الجاسم سعد الحوطي كرة مع وليد الجاسم وليد بيلعبها قدام لسعد الحوطي بعد ما لعبها لكن بتروح الكرة عند في فاول لمنتخب الكويت الوطني بداية المباراة وليد الجاسم جمال يعقوب وليد الجاسم توصل إلى جمال نعيم سعد كرة مع نعيم وداخل مع ريفار تطلع الكرة رمي التماس للفريق الروسي اللعبة كرة في نص الملعب مع الفريق الروسي عند اللاعب فلاديمير ينقلها يبصاحها نعيم سعد ينقلها يبصاحها نعيم سعد توصل إلى حمود فليطح كرة مع فليطح بيلعبها للدخيل دخيل بيلعبها لفتحي كميل بيعدي من ثمانية فلاديمير كرة مع فتحي للدخيل دخيل لعبها لنعيم نعيم بيلعبها مرة ثانية توصل إلى محبوب ينقلها لوليد الجاسم في دور الثمانية بمنتخب الكويت والاتحاد السوفيتي كرة مع الحوطي بينقلها للدخيل لكن داخل المدافع وبيطلعها من برا الملعب أوت اللي هو رقم 3 اندر الفزندر اللعب يبعدها محبوب توصل في نص الملعب ياخذها نعيم سعد طويله بيلعبها عطول ناحيه فيصل الدخيل اقرب لها الفزندر تطلع الكره برا الملعب او رمي التماس لعبه رمي التماس توصل عند فاجيز بيلعبها بداية شوط الأولاني أول دقيقتين كرة ملعوبة وتوصل جهة اليمين بيحصلها فايدور بينقلها بيلعبها على طول يقطعها محبوب توصل لحمد وحمد منظرهم حلو أولاد وبيلعبوا الكرة حلوة لحد الآن ما في رهبة وشباب والدخيل بيلعبها لما توصل الكرة إلى فريق الاتحاد السوفيتي بياخذها تنجيز بيلعبها تنجيز بيلعبها ومشترك معاه ترجع الى تنجيز بينقلها على طول الى الفزندر زندر يلعبها ناحية اربعة اللي بيلعبها اللي هو فاجيز تطلع الكرة برا الملعب حكى المباراة من المكسيك روبيو فاكس ساعدة من فرنسا وفنلندا ولعبت فريق الاتحاد السوفيتي كرة بياخذ لعبها فاجيز يلعبها ناحية الشمال لكن نعيم سعد بيخطفها يطلع كورنر انا شايف الحقيقه الجمهور وشايف ايضا شيخ فهد رئيس وفد الكويت ايضا وشايف الاداريين شايف الجمهور اللي ما يتعدى بين 100-110 اشخاص من الكويت اللي جايين وموجودين شايف الملعب ولعبه الكورنر تلعب لكن تطلع الكره وين تروح الكره ما حصلها لا تطلع الكره برا الملعب اوت مثل ما انتم عارفين يعني منتخب الكويت الوطني يعني لو يرجع الى تعداد السكان في الاتحاد السوفيتي 260 مليون عدد السكان عدد اللاعبين في الاتحاد السوفيتي 11 مليون لاعب يعني عشان طلع 11 لو من كل مليون واحد يطلع لاعبين في الاتحاد السجلين في الكويت 380 لاعب
في الاتحاد رسميا، بعد سكان الكويت 1,000,000. فطبعا في فارق لما طلع من 260 مليون من 11 مليون لاعب، اعتقد هذه بتكون فرصه. لكن شباب قام ايضا بغدو كره حلوه، ولحد الان ومضى حوالي 5 دقائق وصفر صفر، كره مع وليد بيلعبها لجمال، جمالي بيلعبها الى ليطح بينقلها للدخيل لعب ليطح بينقلها للدخيل لعب الفريق مرة ثانية، وليطح بيلعبها حلوة ناحية اليمين تضرب في توصل عن فتحي، وسعد الحوطي بيحصلها، سعد كرة معه ولعب الجاسم عملنا ما يلعبها بيني ما تكون في الدخيل، توصل مرة ثانية تلعب في نص الملعب، توصل إلى 9 اللي هو ماخذها وماشي، وهجم الفريق التحسف يدي كرة لعبة 9 يقطعها محبوب، ترجع مرة ثانية وتوصل اللعب تنقطع وتوصل في نص الملعب اللي هو يوري، بتروح منه وبشوت تروح الكرة شاط اللاعب فلاديمير، هذا فلاديمير بشوت تروح الكرة برا الملعب. 7 دقائق تقريبا مضى من زمن الشوط الأولاني، ولحد الآن في دور الثمانية، دور الثمانية يلعب بطريقة خروج المغلوب، يعني تعادل ماكو، حصل تعادل وقت إضافي وضربة جزاء تلعب كرة في نص الملعب، يأتي اليمين توصل مرة ثانية تلعب يعدي بيحاول يمر تلعب وغاته خوز خطرة وبيصلحها وبشوت فوق شوت، تدري فيكم كل واحد بيحط يده على قلبه، خصوصا لما يأتي بيحاول يرجعها بالبطيء الظاهر ما هو قادر. شفتوا نقل مباراة الكويت لبنينغراد كانت أحلى، في ساعة جايبها صوب وجايب كذا، لحد الآن في دينامو موسكو، احنا في موسكو مو في لينغراد، عادي لحد الآن عادي شيء عادي. ضربة مرمى طولها توصل في نص الملعب، سعد الحوطي حمد أبو حمد اشترك حمد محمد مع تنكيز ياخذها، لكن بتروح منه توصل في نص الملعب تلعب الى ناحيه الجناح الشمال ياخذها اللاعب من الاتحاد السوفيتي على طول كره معاه ويلعبها الى تنكيز لما يقطعها منه فيصل الدخيل اللي راجع ورا بيساعد تطلع الكره برا الملعب. ضربه مرمى بيحتاج على الحكم، ممنوع مساعد الحكم يقول لا ما يصير، خلاص شاور ويقول لا، لكن ضربه مرمى. احمد طرابلسي طويله بيلعبها قدام توصل لكن تطلع الكره برا الملعب. لحد الان فريقين هايبي من بعض، طيب انت تلعب في بلدك فريق الاتحاد السوفيتي وجمهورك والاستاد مليان دينامو موسكو، كرة ملعوبة ناحية الشمال وتوصل بيقطع ما بتعدي من نعيم سعد رايح ل حمود فليطح وبيقطعها وتعاون سليم توصل الى فتحي كميل، فتحي بيعدي من 5 اللي بيقطعها من قدامه اللي هو اوليك بيلعبها على طول الى فاجيز كرة معه تنقل لكن بيقطعها جمال يعقوب وترجع مرة ثانية وتوصل إلى الفريق اليوغوسلافي، شلون الإعلام اليوم أنا، وكرة في نص الملعب تلعب إلى الاتحاد السوفيتي وبيلعبها في عرض الملعب كرة ملعوبة إنما تلعب في نص الملعب ياخذها مرة في نص الملعب ياخذها مره ثانيه فاجيز كره مع بينقلها ناحيه الشمال رايح لنعيم سعد كره مع نعيم واللي لاعبها توصل مره ثانيه الى الفريق الاتحاد السوفيتي بيحصلها فاجيز بيلعبها تخذ رجلها خطره وهتخذ تلعب خطره وبيحاول يمر خطره ويصلح ويشوت يقطعها وكره دربكه بيحصل داخل منطقه 18 بشد المنافسه والضغط امام المرمى وانما بيطلعها دفاع منتخب الكويت في اخر لحظه
وكورنر كورنر كورنر تلعب بعدها على طول فيصل الدخيل كرة طويلة بيلعبها لكن ما أخذها المدافع الشمال لمراقب فتحي على طول وكرة يلعبها إلى قلب الدفاع يلعبها جهة تنكيز تنكيز هذا رقم 2 كرة معه بيلعبها على طول قدام توصل وها تأخذ سبب يحاول يعدي اللي هو شيرجي أندريف ترجع مرة ثانية توصل إلى فايدور وحمد وحمد محمد بياخذها كرة معه بينقلها على طول إلى سعد الحوطي سعد الحوطي إلى جمال يعقوب جمال يعقوب يلعبها إلى فليطح فليطح لفيصل الدخيل والدخيل بيلعبها إنما توصل لجاسم ياخذها حارس المرمى حارس المرمى والمدافع بيشاور لي مساعد الحكم لكن بتوصل إلى جاسم بيحصل له حارس المرمى داريف 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 ريناس ترجع مرة ثانية حلوة المباراة كرة ملعوبة تنقطع مرة ثانية وتوصل في نص الملعب الدخيل داخل داخل فيها الدخيل معدي خط النص كرة معه تلعب بعشرة حوطي حوطي كرة معه وبينقلها حمود فليطح فليطح دخيل دخيل لعب الحمد الحمد حمد يلعبها في عرض ملعب إلى وليد ودفع لكن ما فيها شيء ما الحكم بيعطي فيلم ماشي اللعب في فرصة توصل مرة ثانية وليد الجاسم والجاسم لعبها في نص الملعب كرة ملعوبة عن سعد الحوطي الحوطي لعبها عطول إلى حمود فليطح كرة مع فليطح ماخذها ومعدي وماشي ملعوبة عطول إلى حمد وحمد في نص الملعب ياخذها سعد الحوطي الحوطي يلعبها في مصر الدخيل دخل سعد الحوطي الحوطي في الجول لا ما سهلة 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 ومحلوة وماشية مثل العسل حمد أبو حمد حمد أبو حمد كرة ملعوبة وتوصل ناحية شمال لجاسم يعقوب كرة مع جاسم يعقوب يلمها بيطلعها المدافع برا كورنر 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 ودافع ما عليه ما يخالف يا مكسيكي يا روبر يوباك حلوين الأولاد أحد لما منظرهم حلو شكلهم حلو وبيلعبون حلو وهم حلوين كرة في نص اللعب كرة في نص الملعب تلعب إلى يوري تسعة ينقلها لكن يأخذها وليد جاسم يلعبها في حوطي في مكان كير سليم يطلع الحوطي برا الملعب رامي التماس تنكيز تنكيز توصل في نص الملعب وبيحصلها بشوت شوت إنما بيد أحمد الطرابلسي أربعة بشوت اللي هو فاجز لا فاجز لا شك انه طبعا مثل ما قلت لكم الفريق بيؤهل وبيوصل لدور الثمانية ويلعب في اقوى مجموعة بين نيجيريا وكولومبيا ويوصل هذا في حد ذات اعتبار انتصار ومكسب انتصار ومكسب يعني اللي اعتقد والله العظيم انتصار ومكسب نوصل دور الثمانية في اول مرة واول مرة بنلعب يعني بعد الكرة ملعوبة توصل للدخيل الدخيل كرة معه بيلعبها انما يلعبها ل جاسم اللي كان متأخر ولاعبها على طول والشادة شادة فعلا شايف أنا لاعب تعسفيتي شاد جاسم فريوته وشاور حق الحكم لكن الحكم شايف انه ينزل رموشة شوية كرة ملعوبة ناحية الشمال توصل الى يقطعها وشباب بيقدمون مباراة كرة ملعوبة توصل في نص الملعب جهة اليمين تنكيز تنكيز بيلعبها في نص الملعب توصل مرة ثانية كرة ملعوبة تلعب في الراس لا بيلعبها ما يقدر ياخذها انما توصل مرة ثانية وبياخذها رقم 10 اللي هو فايدور وبيباصيها في عرض الملعب الى فلاديمير توصل ناحية الشمال ونعيم غطي عليه وتلعب في عرض الملعب كرة بيصلحها بيحاول يمر ويلعبها قطعها جمال يعقوب يرسلها على طول لحمود فليطح فليطح كرة معاه يقطعها من قدامه فلاديمير فلاديمير بياخذها مرة ثانية يلعبها ناحية الجناح الشمال وترجع كرة في نص الملعب وطويلة يبعدها دفاع منتخب الكويت وليد الجاسم توصل لحمد أبو حمد حمد يلعبها للحوطي والحوطي والحوطي لحمود فليطح
فليطح كرة معه، كرة مع فليطح، يعطيها نعيم، أعطاها نعيم، نعيم بيعطيها قدام لحمد، حمد وبيهيئها إلى فليطح، فليطح بيحاول يعدي ياخذها من اللاعب الروسي ويلعبها على طول ناحية الشمال، هجمة ومشترك توصل ناحية الشمال قطعها محبوب جمعة، محبوب الأسمراني وكرة معه، هذا محبوب كرة مع محبوب، حمد بيعطيها حمد أو بيعطيها فتحي، فتحي فتحي لما يقطعها من قدامه خمسة ملاحظ فتحي على طول أوليك لعب مرة ثانية وحمود فليطح، لكن فاول على فليطح، فاول على فليطح، فاول تلعب الفاول، لازم تثبت، لازم تثبت، ما يجوز، القانون واحد في كل أنحاء العالم، القانون واحد، يجب أن أي كرة ملعوبة ويجح شو الحكم بشاور، يجب أن تثبت الكرة ثابتة، لعبت هذا خطرة نعم الكرة معه شوت تضرب توصل إلى جمال، جمال بيلعبها عطول إلى فيصل الدخيل، دخيل بينقلها لكن يباصيها ويقطعها المدافع جهة اليمين ثمانية، فلاديمير، فلاديمير بيحاول يعدي لكن جمال يعقوب، فلاديمير، جمال ولاديمير ياخذها، تعاون بين وليد الجاسم وجمال يعقوب وتوصل إلى جمال، وجمال إلى الدخيل، الدخيل والحكم صف الدخيل والحكم صفر، حكم صفر، حكم صفر بعدين، حكم صفر بعدين، منتخب الكويت ما قلتوا له ماشي، والحكم تأخر بصفارته وحاطه فاول، حاطه فاول، حاطه فاول بعد ما شاور له مساعد الحكم، وشاف مساعد الحكم ومضى ربع ساعة والنتيجة ما زالت صفر صفر. بايدور، بايدور بينقلها ويلعبها وداخل براسه بيلعبها إنما تطلع الكرة برا الملعب أوت، يلعبها سيرجي أندريف، ضربة مرمى محبوب جمعة وهذا طرابلسي فيها وشوية الملعب، شمس طالع اليوم ودفع وكرة ملعوبة توصل ناحية فتحي، فتحي هو وخمسة يعدي منه، فتحي يعدي منه، فتحي يعدي يطلعها منه كورنر، كابتن خمسة اللي هو أوليك خايم فتحي ومراقبة على طول، قال له شوف تيجي من البيت ما عندك مهمة اليوم غير انت عند فتحي كميل وبس، وتوقف يوم رقم سبعة بس مالك شغل كله كلش، انت تروح تنام وترتاح وتوقف بس عند اللاعب رقم سبعة اللي هو فتحي كميل، وما تقدر تطلعها، يطلعها منه على طول، كورنر كورنر كورنر، حمود فليطح، فليطح بيلعبها يقطعها المدافع وتوصل الى دفاع الشمال، الى دفاع الشمال، حلو، بدوا لاعبين يهددون اتحاد السوفيتي وشباب سمر بدوا ايضا يلعبون شكلهم ايضا خطوره وعليهم المراقبه، معناه ان الكره في بلدنا والحمد لله متقدمه، وهذا الشيء الحقيقه بيشرف كثير، ورمي تماس اللعب، فلاديمير كره ملعوبه يقطعها حوطي يلعبها لفيصل الدخيل، منظرهم حلو الحقيقه، بيلعبوا الكره هاديه اعصابهم هاديه اهدى من اعصابي، المهم 17 إلى ماضى، حمد وحمد فتحي كميل غير محله من الشمال، شوف خمسة بلحقة بعد يباصيها وليد تنقطع وتوصل لفريق الاتحاد السوفيتي، وخطرة كرة ملعوبة يحاول يعد ما فيها شيء، جمال يعقوب يدخل ما فيها شيء، بيطيح نفسه، بيطيح نفسه بالهواء، طيح نفسه بالهواء، هذا شايفينه وعارفين احنا في الكويت عارفينه، ريفا ريفار 17 والحكم من المكسيك ايضا عارف ان هذا شيء ايضا كره ملعوبه، توصل الى جمال يعقوب، جمال يعقوب فليطح وفليطح حمد، وحمد يلعبها لكن في فاول على تنكيز، صح فليطح مضبوط،
لعب دفاع يمين مضبوط، اليوم يلعب في النص ايضا مضبوط، اللعب الدخيل حمد الدخيل مشتركة كرة عالية، دخيل براسه توصل عند اللاعب الاتحاد السوفيتي سعد الحوطي، وليد القاسم بلمها كرة مع وليد، لعبها لسعد الحوطي، حط لعبها لحمد لسعد الحوطي. سعد الحوطي اللعب مرة ثانية توصل تنكيز بيحطي لها توصل للفريق الاتحاد السوفيتي ياخذها وماشي كرة معاه يلعبها على طول الى تسعة يوري يحاول يلعبها دفعت فاول واضح واضح الدفع واضح ستة اللي هو زيرجي شاف له شايف انه دافع ودفعها الحكم شافه الحكم شافه تلعب الكرة وتوصل جهة اليمين الى الى نعيم جاسم تلعبها طلعها اللاعب الاتحاد السوفيتي برا الملعب رمي التماس مضى حوالي 19 دقيقة من زمن الشوط الاولاني والنتيجة ما زالت لحد الان التعادل بدون اهداف ايضا طلعها اوت شوف كفاية انه يوصلون دور الثمانية يلعبون امام هذه الجماهير في دينامو موسكو هذا يعتبر فوز كبير للكرة الكويتية فتحي بيلعبها شايف الجمهورنا 100-120 واحد هذا الرش وهذا الطير وهذا فيدان وهذا الشباب أيضا معاهم من بعض اللاعبين اللي في الألعاب مختلفة وكرة ملعوبة في نص الملعب توصل جهة اليمين إلى اثنين تنكيز بيلعبها على طول إلى بايدور كرة معاه بينقلها ويقطعها سعد توصل لمحبوب يخليها جمال يعقوب توصل عند احمد طرابلسي خطوره لحد الان على الفريقين ماكو اللعب منحصر في منطقه نص الملعب بين الفريقين الكويت بيحاولوا يمرون كره يا لجاسم يا لفتحي يا للدخيل اهمني بيحاولوا الفريق الاتحاد السوفيتي يا ليوري يا لي الاتحاد السوفيتي يا ليوري يا لفايدور يا لي ريفار لحد الان هذا ريفار 17 لحد الان طبعا الكرات تلعب قصيره ويخلون بالهم شبابنا من الكرات القصيره اللي هتاخذ اللي يحاولون يلعبونها توصل لحمود فليطح كره معاه لحمد محمد حمد محمد يلعبها الى وليد الجاسم يطلعها اوت لاعب روسي توصل مره ثانيه وليد الجاسم تضرب ايضا في اللاعب فايدور كره معه بينقلها في نص الملعب اللعب ياخذ مكان سبعه سيرجي انما تنقطع وتوصل لفتحي لسعد يحط ريله ترجع مره ثانيه وتوصل في نص الملعب تسعه بياخذها اللي ماشي يوري وبيلعبها قدام لكن وين لعبها لاحمد الطرابلسي سهله حدث شويه مباراه حدث اعصابنا شوي ارتحنا اول 20 دقيقه تكون صعبه على الجمهور علينا كلنا والكل طبعا بيراقب المباراه وما في احد ابدا حتى يكلم زميل اللي يمه المباراه مهمه ومثيره ولحد الان ما فيها اي هدف كره ملعوبه حمود فليطح بجرها جره من اللاعب الروسي توصل الى وليد الجاسم جاسم ينقلها الى جمال يعقوب ينقلها جهه اليمين لكن بيصاح المدافع الاتحاد السوفيتي ياخذها محبوب يلعبها ناحيه نعيم سعد لحمد محمد ياخذها نعيم يقطعها اربعه من قدامه ونعيم متابعه وترجع مره ثانيه وتوصل الى اربعه للاعبها فاجيز ترجع مره ثانيه توصل الى الحوطي يلعبها الى فيصل دخيل لحمد محمد يلعبها بعرضيه جاسم يعقوب انه ما بيطلعها المدافع قبل جاسم الثلاثه اللي بياخذها اللي هو الزندر زندر توصل الى فاجيز كره معه فاجيز بينقلها على طول وهجمه مره ثانيه عكسيه لفريق الاتحاد السوفيتي يقطعها دفاع منتخب الكويت الوطني توصل ناحيه الشمال الى لاعب الروسي اللي بيلعبها يقطعها نعيم سعد
جاته بسهوله وسعيد سعد لعبه على طول توصل لحمد محمد. يلا شباب ترى فريق تحت ويدي شايف انا هايب شويه وكره الى الدخيل، دخيل الى عيم سعد، كره يمسكون كره ويلعبون كره حلوين ناحيه الشمال، كره ملعوبه لجاسم، جاسم بيعدي بيحاول يمر جاسم اللي خبطها براسه لكن بياخذها منه المدافع اللي بيعدي منه اللي هو تنكيز، تنكيز بيلعبها على طول الى فايدور، فايدور الكره معاه بينقلها في نص الملعب وتوصل مره ثانيه الى الفريق الروسي بيلعبها تسعة يوري، يوري ها تخوز يطلعها محبوب وبيطولها قدام تطلع الكره انه ما يلحقها جاسم براسه يلعبها توصل مره ثانيه طاح لابتشين امري لجاسم يعقوب بعد ما ناط توصل ناحيه سيرجي جابلو في اثنين سيرجي اللعب وتوصل مره ثانيه تعدي من حمد ياخذها اللاعب تعال سوف تعدي من حمد ياخذها اللاعب التحالف يدي كره معاه يحاول يمر تنقطع لما توصل لفريق التحالف يدي اللي هو ريفارو خطره طلعها طرابلسي اللعب الى سيرجي اندريف، سيرجي اندريف كان فاضي قدام المرمى وزعلان لما طرابلسي بيطلع لكن في اوفسايد عدل مو راضي على الكره اللاعب يقول الكرة مو زينة بعد ما شاتها هو غلط أخذها سيرجي اندريف رقم 7 يقول الكرة انت اوف سايد وبعدين الكرة زينة والحكم فاحصها ودولية وكرة مثل اللي لعبوها في الأرجنتين توصل لوليد الجاسم، جاسم يلعبها على طول إلى فليطح اللي بيطلعها منه اللاعب الروسي بيلعبها ياخذها مرة ثانية يا سلام يقطعها سعد الحوطي توصل انما يقطعها المدافع مره ثانيه ومضى حوالي 25 دقيقه من زمن الشوط الاولاني ولحد الان 0-0 بين الاتحاد السوفيتي وبين منتخب الكويت الوطني ومنتخب الاتحاد السوفيتي كره ملعوبه وتوصل الى 10 بايدور، بايدور بينقلها الى تنكيز، تنكيز بينقلها في نص الملعب ناحيه الشمال توصل الى فلاديمير، فلاديمير بينقلها نعيم سعد مشترك معاه ياخذها توصل تطلع الكرة منتخب الكويت، منتخب الكويت رايح لها تعليج يوري ليش رايح لها يوري تعليج يوري ليش رايح لها يوري لنعيم 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 رامي التماس توصل الى حوطي فتحي ياخذها اللاعب اوليك، اوليك بيلعبها على طول توصل لدخيل وهجمه بين فتحي وبين دخيل بتاخر فيها لكن في فاول في فاول في فاول في دفعه حقيقه الدخيل ملفت للنظر في لعبه من اللاعبين الممتازين فيصل الدخيل وفعلا منظره في الدوره هذه حلو كره يلعبها فتحي توصل عند نعيم سعد، نعيم كره معاه بينقلها لحمد وحمد، حمد بينقلها لكن بينقلها وين بيقطعها فاكس تطلع الكره برا الملعب اوت رامي التماس فيصل الدخيل لحمد وحمد، حمد بيلعبها يقطعها المدافع من الاتحاد السوفيتي ويطولها قدام جهة اليمين توصل على طول الى تنكيز، تنكيز بينقلها الى لاعب الاتحاد السوفيتي يقطعها محمود فليطح يلعبها على طول لفيصل الدخيل طلعها من ضغط وراء رمي التماس لا هي اصلا لي صح عدل ايه خير الشارطة كرة اللعبة على طول توصل الى تنجيز كرة ملعوبة على طول الى فايدور
فايدور بيحاول يعدي لعبها في عرض الملعب صح وتوصل نعيم سعد بيطولها وبيلعبها كرة عالية أقرب لها الأوت لكن يحصلها لاعب روسي طاعها وليد حمود بيطيح طاعها دخيل بيشترك معاه تطلع كرة برا الملعب أوت كبار جايين لاعبينه تنكيز توصل جهة الشمال يلعبها ستة سيرجي شافلو كرة في نص الملعب وتوصل لفريق الاتحاد السوفيتي هجمة ويقطعها يا سلام محبوب يقطعها لحمد أبو حمد حمد كرة معاه اللعب توصل غريبة أقرب لها حارس مرمى أقرب لها حارس مرمى أقرب لها حارس المرمى فتح مراقب جاسم مراقب وكرة ملعوبة توصل كرة إلى الفريق الاتحاد السوفيتي ناحية شمال ماخذها وماشي الفريق الروسي كرة معاه اللي هو سيرجي بيلعبها جهة اليمين توصل ناحية تنكيز تنكيز كرة معاه بيحاول مرز جاسم تنكيز بيلعبها براسه وتوصل بيصلحها بيحاول يمر إنما داخل معاه نعيم وبيطلعها تطلع كرة ضربة مرمى ضربة مرمى ضربة مرمى تعاون تعاون تغطية بالدفاع في خط النص انتشار في خط الهجوم تعاون كل هذا موجود بين فريق منتخب الكويت الوطني بيلعب ولذلك لما أقول لك أن أنت لما تنقي 11 لاعب من 11 مليون لاعب غير لما تلقي 11 لاعب من 338 أو 48 أو 68 سجلين رسميا في اتحاد الكرة طبعا في اختلاف ولذلك منتخب الكويت الوطني بيقدم كرة حلوة لحد الآن ويمثل كرة ملعوبة على طول مضى نص ساعة وآخر ربع ساعة ياخذها جاسم بيحاول يعدي ومشترك معاه مشترك معاه وكرة مع جاسم ياخذها منه ثلاثة اللي هو ألكسندر توصل لحارس مرمى داريف رينات إلى 10 فايدور فايدور في النص بينقلها توصل إلى فلاديمير وفلاديمير بعد ما لعبها وتوصل مرة ثانية في نص الملعب يحصلها اللاعب الروسي كرة معه اللعب في عرض الملعب توصل هاتخذ منقولة وخذ اللعب يحصلها وخطرة تحاول يمر ضربته بعدها بعدها شوت جول 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 مفروض يبعدها من دفاع منتخب الكويت الوطني بتاخرون فيها وضربته المفروض اي لاعب بيبعدها لكن بتاخرون في الابتعاد عنها في الدقيقه 30 في الدقيقه 30 هذا الجمهور الاتحاد السوفيتي في الدقيقه 30 في الدقيقة 30 بيسجل الفريق الروسي من كرة لاعبها على طول في دربة أمام المرمى طول في دربة أمام المرمى المفروض يبعدها دفاع منتخب الكويت الوطني بسرعة لكن اللاعب رقم 10 فايدور بيسجل هدف الأولاني في الدقيقة 30 في الدقيقة 30 فايدور بيسجل أول أهداف المباراة كرة اللعب وتوصل إلى تنكيز تنكيز بيلعبها إلى 10 فايدور يقطعها وليد توصل لحمد لوليد مرة ثانية كرة ملعوبة لحمد وحمد حمد كرة معاه بيلعبها إلى فليطح فليطح بينقلها ناحية نعيم كرة مع نعيم هذا نعيم واضح بالصورة الآن كرة مع نعيم نعيم بيعدي والكرة معاه بيمر نعيم وبشوت إنما بتروح الكرة برا حلوة نعيم بيتقدم وبشوت إنما بيشوت الكرة وين فوق العارضة تطلع الكرة برا الملعب واحد منتخب الاتحاد السوفيتي لا شيء منتخب الكويت الوطني في الدقيقة 30 فايدور بيسجل هدف الأولاني هذا فايدور 10 بيلعبها على طول إلى يوري كرة معاه بينقلها ناحية شمال إلى فايدور كرة معاه بيلعبها مرة ثانية في نص الملعب توصل إلى فايدور كرة معاه ماخذها ماشي لعبها على طول
بيحاول يعدي بيحاول يمر كرة معاه بيلعبها لما يصحها محبوب ترجع مرة ثانية وتوصل كرة عرضية ناحية فايد وناحية ثمانية اللي هو فلاديمير تطلع كرة برا الملعب أو ضربة مرمى كورنر 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 لمنتخب الاتحاد السوفيتي الفريق الروسي اللعبة يقطعها سعد الحوطي توصل مرة ثانية كرة في نصف ملعب مع الفريق الروسي بيعليها ناحية ثانية يقطعها انما تطلع وين تطلع كرة برا الملعب وترمي التماس رمي التماس توصل الى سيرجي شابلو لعبها ناحية الشمال مشترك معاه فليطح لكن توصل في نص الملعب يلعبها على طول في هاتخذ الكرة ملعوبة ياخذها حمود فليطح عدها لما يتأخر فيها يطلعها اللاعب الاتحاد السوفيتي برا الملعب رمي التماس آخر تقريبا 12 دقيقة واحد منتخب الاتحاد السوفيتي لا شيء منتخب الكويت الوطني في اللعب سعد بيلعبها لحمد وحمد حمد كرة معاه بيلعبها إلى فتحي كميل فتحي بيحاول يعدي بيمر فتحي كرة معاه يمر فتحي كرة معاه يمر لعبها بأرض ملعب تأخذ إلى الدخيل لكن في راية مرفوعة حمد لعبها على طول الدخيل اللي ماخذ له فيصل على شماله تلعب على طول توصل عند الدفاع ولما يتحرك فتحي بيعمل خلخل على طول في دفاع الفريق الاتحاد السوفيتي كرة ملعوبة على طول توصل في نص الملعب جهة اليمين قريبة عند تنكيز اللي متقدم طلعوت منه طلعوت من تنكيز التماس ال 11 دقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأولاني كرة مع حمد تطلع كرة برا الملعب طيب التماس وليد جازم فاول فاول على اللاعب بايدور لعبت حمد بشار ضربها بيد اللاعب اخذها بيده فعلا مساعد الحكم انا شايفه هو اللي بشاور بعد ما لعبها طول توصل الى وليد وليد بيلعبها لفليطح لكن فتحي داخل معها اربعه شي كلمه روسي اللعب توصل الى وليد القاسم وليد بيلعبها على طول جاسم بيهيالي بس الدخيل دخيل بمر لا فاول 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 خارج منطقه 18 كره حلوه لاعبها جاسم هي للدخيل اللي حاول يلف ويشوت انما في فاول خارج منطقه 18 ضربه حره مباشره والحكم المكسيكي واضح بالصوره وهذا حارس مرمى داريف ريناس بوجه زملائه ضربة حرة مباشرة في حيطة معمولة ويا رب ان شاء الله تنتهي من اللي بيشوت دخيل يمها والحوطي جاسم واقف ما راح يشوت وحمد يقول حمد بيعد شوف لما بعد ما رجعهم ليطح شوت تضرب الحيطة وبشوت مرة ثانية تروح الكرة برا الملعب اوت فليطح بيحاول يشوت انما بشوت تضرب الحيطة ترجع لفليطح تروح الكرة برا الملعب اوت
لعبت من أوليك. أوليك بيلعبها إلى أربعة. فاجيز تنجيز الاتحاد السوفيتي، كرة معه إلى فايدور. فايدور بينقلها في عرض الملعب، طاحها الحوطي، توصل مرة ثانية، توصل إلى أربعة وبيحصلها وبيشوت، إنما وين تروح الكرة برا الملعب أوت. آخر تقريبا سبع أو ثمان دقائق من زمن الشوط الأول من المباراة، فريق الاتحاد السوفيتي هدف، الكويت من غير هدف، قصدي طبعا من غير صفر صفر لحد الآن، لا مو صفر 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 طبعا، الاتحاد السوفيتي واحد كويت لا شيء. كرة ملعوبة توصل إلى حمد أبو حمد، حمد كرة معه، بينطلع حمد أبو حمد يعطل إلى جاسم، جاسم يتأخر يعطل إلى جاسم، جاسم يتأخر فيها، بتروح منه ويلعبها، توصل مرة ثانية اللعب إلى فريق الاتحاد السوفيتي، كرة معاه ماشي ماخذها ويحاول يمر، يلعبها ناحية الشمال، كرة ملعوبة بيلعبها ناحية وليد، يقطعها براسه وبياخذها مرة ثانية وبيحصلها فايدور، وبيعدي من يعدي منها، بيعدي الحين مرة ثانية وبيلعب في عرض الملعب، توصل في نص الملعب ياخذها الدخيل اللي راجع ورا، لما تصلح اللاعب الاتحاد السوفيتي، وها تخوض تحاول يمر، لما طرابلسي بيطلعها بعد ما دخل ياخذ فاول على فتح كمين. صالح منه فتحي بعد ما دفعها وفي فاول، لمن راح يلعبها؟ فلاديمير، فلاديمير ترجع الكرة إلى فلاديمير مرة ثانية، يلعبها في عرض ملعب، كرة ملعوبة، الاتحاد السوفيتي بيشوت، تروح الكرة برا الملعب. في اللعبات اللي هات وخذ وانتو في داخل منطقة 18 واللي يمنى هدف بعد ما حصل دربكة، لكن غير كذي ما نشايف يعني من شوت من الخارج او كذا يعني في خطوره ابدا، ولذلك ممكن منتخب كره الوطن ايضا يعمل اكثر من شيء معاهم. كره في نص اللعب توصل الى يوري، يوري بيلعبها الى سيرجي اندريف، سيرجي بيلعبها الى ناحيه تنكيز، تنكيز بينقلها ويبعدها محبوب، ترجع مره ثانيه الى تنكيز، تنكيز بيلعبها مره ثانيه في نص الملعب، بيلعبها قدام لما يقطعها سعد الحوطي، لما يقطعها سعد الحوطي يحصلها وليد قبل الاوت، يلعبها للحوطي، الحوطي لوليد، وليد يلعبها على طول الى حمد، لكن توصل لفتحي لوليد، اربع نقاط حلوين، كرة ملعوبة توصل الى برا الملعب اوت. خمسة فتحي جت لمين؟ غير معاه، قال له ما عندك شغل اليوم، دي من البيت رأسا، تنزل الملعب تدور رقم سبعة وتروح معاه وين مكان. كرة ملعوبة توصل لتسعة، وتسعة يوري ناحية الشمال، كرة مع الفريق الاتحاد السوفيتي، آخر خمس دقائق، كرة ملعوبة، هات وخذ، شوف نقاط العملة، يوري هذا يوري، يوري يلعب، هات وخذ، كرة معاه، طاح مود فليطح لحمد وحمد، شده وفاول، حاول يقرأ طبعا يا هجمة، بس المفروض ان هذا شيء متعمد، شوف نادي لكن ما عمل شيء، ما عمل شيء، في عندك طباقة حمراء، فيك حمراء وفيك صفراء، صفراء لازم فيها انذار عشان ما شده متعمد، كرة ملعوبة، سعد يباصيها ما تمر، ياخذها الدخيل، توصل لسعد مرة ثانية، أيضا ما تمر، توصل لفريق الاتحاد السوفيتي، كرة ملعوبة عند حمود بليطح، ليطح بيلعبها ناحية فتحي، ومغطي مع تسعة، مو تسعة اللي هو التنكيز اللي مر المرة، اللي هو رقم اثنين، رامي التماس، لعبها على طول الى فلاديمير، فلاديمير بيلعبها ناحية الشمال الى يوري، كرة مع يوري، هذا يوري كرة معاه، بيلعبها حمد بيقطعها منه، بيلعبها لحمود بليطح، حمد بيقطعها منه، بيلعبها لحمود بليطح، كرة مع بليطح، جاسم يعقوب حاول بقدر يعقوب، مر جاسم لعبها ناحية حمد بليطح، كرة مع بليطح بيحاول يمر بيحصلها
لعبها على طول شده شده فاول. ها طبعا واضح واضح فعلا في يعني اجمال منتخب كره الوطن. يعني انا بلاحظ المباراه هذه شوف كارلوس كارلوس طبعا يحدث المباراه وكانت هجمه لمنتخب الكويت الوطني. ومثل ما حصل ضد استراليا تذكرون في استراليا في سيدني تصفيات كاس العالم لما كان في مراقبه ودفع ايضا فريق استرالي لكن منتخب الكويت يحط هدفين واحد الان تحت سوفيتي لا شيء. منتخب الكويت الوطني سعد الحوطه يلعبها لعبها سعد في رايه الرفع هناك انما الحكم يمشي اللعب توصل مره ثانيه والكره ملعوبه لكن عند حارس المرمى اللي هو داريف رينال. لعب في نص الملعب كرة طويلة ملعوبة على طول لكن الصاي صاي شايف الراي مرفوع عنه واضح ملعب فيه أماكن فاضية لكن أيضا في جمهور وايد. طبعا فريق الاتحاد السوفيتي بيلعب والليلة راح نكون مباراة على الهواء إن شاء الله. أيضا العراق وألمانيا الشرقية كرة ملعوبة عند جمال يعقوب سعد الحوطي يلعبها سعد ما تمر توصل عند بايدر بايدر بيلعبها الى يوري يوري الى بايدر يوري الى بايدر تنكيزي بياخذها بيلعبها يشترك حمد تمر توصل عند عشرة بايدر بايدر بيلعب تضرب في حمد توصل قريبة عند بايدر مرة ثانية فريق الاتحاد السوفيتي ماسك الكرة أكثر شايفها أنا بعد ما جاب هدف كرة اللعب توصل ناحية جمال يعقوب جمال بيطلعها بيلعبها توصل لحمد أبو حمد لوليد الجاسم وليد يلعبها على طول لحمود فليطح بطول منه أحمد خلي بالك فليطح توصل إلى فلاديمير فلاديمير كرة معاه توصل ناحية يوري كرة مع يوري بشوت تضرب وتوصل عند أحمد الطرابلسي. على ساعتي أنا خلاص باش تقريبا دير تير شوية والنتيجة ما زالت فريق الاتحاد السوفيتي واحد الكويت لا شيء. اللعب ناحية الشمال حصلها كرة ملعوبة توصل ناحية فريق الاتحاد في تنكيز الكرة معاه بيحاول يعدي من حمد بيلعبها في نص الملعب إلى يوري يوري بينقلها ناحية الشمال إلى فلاديمير هتخذ أهوى وريبار بطرة حطها بالجولة بطرة بولتي بيصيدها كرة حلوة ملعوبة رقم سبعة هذا سيرجي اندريف ماخذ أماكن سليمة على طول وبيحط كرة بالدقيقة أربعة أربعة وأربعين لكن الطرابلسي بصدام توصل مرة ثانية وتوصل إلى وليد الجاسم جمال يعقوب جمال بيلعبها على طول إلى أحمد الطرابلسي الطرابلسي بيلعبها بيطولها قدام جاسم لعبها لسعد الحوطي سعد الحوطي بينقلها ناحية اليمين توصل إلى حمود الفليطح الفليطح بينقلها مرة ثانية بيقطعها مباراة ما نقول لكم بالإذاعة والتلفزيون اليوم كرة ملعوبة ناحية الشمال اللعب لفريق الاتحاد السوفيتي وعلى ساعتي أنا خلاص 45 وما في وقت ضايع أبدا وكرة ملعوبة جهة اليمين توصل عند أربعة اللي هو باجز تطلع الكرة برا الملعب أو حكم من المكسيك ماكس اللعب إلى الفريق الاتحاد السوفيتي يوري لعبها مرة ثانية توصل يوري وخطرة كرة معاه بيطلعها من قدامه محبوب وبيشترك معاه وبيلعبها توصل إلى حمد يباصيها لكن ياخذها رقم أربعة اللي هو باجز توصل مرة ثانية إلى فريق الاتحاد السوفيتي شايف الضغط أنا والفريق هذه المفروض طبعا كرة من تلت مرة ثانية وبشوت إنه مصير الطرابلسي ترجع مرة ثانية وتوصل ناحية الجبال
يحصلها وبعد ما صدها طرابلسي من الزاويه الشمال كره معاه يحصلها تسعه اللي هو يوري كره معاه تنقطع مره ثانيه توصل الى فلاديمير فلاديمير كره معاه ساكن في لدم يكره معاه ساكن في صفاره في فاول على فيصل الدخيل لعبات القصيرة السريعة هذه خطر ناحية الشمال وكرة ملعوبة عرضية بصلاحة مرة ثانية توصل إلى بسي صفر حق المباراة وأنا شايف ناحية الجناح الشمال مبعد عنا شوية اللي هو نعيم سعد وما خفص أنه يلعب كرات خطرة وفي آخر يده من زمن شوط الأولاني وينتهي شوط الأولاني واحد منتخب الاتحاد السوفيتي لا شيء منتخب سادتي في الخليج العربي في المملكة العربية السعودية في دولة الإمارات في دولة قطر في دولة الكويت وحييكم مرة ثانية فطار هني لكم بالعافية إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل شبابنا بيلتقي مع شباب العالم في دورة موسكو الأولمبية صار في تغيير نزل لاعب رقم 15 كورين شاي واضح بالصورة تشوط الأولاني واحد فريق الاتحاد السوفيتي في الدقيقة 30 فايدور سجل هدف لا شيء منتخب لاشي منتخب الكويت الوطني 15 لنزل اللي هو كورين لعبة الكرة توصل سنترت توصل جهة اليمين تشوط هولاني واحد كرة ملعوبة في نصف الملعب يحصلها وبشوت طرابلسي يصدها طرابلسي وبيتابعها اللاعب من الاتحاد السوفيتي بيتابع كرة حلوة لاعبها على طول ما طرابلسي صاحي وفي أوفسايد لعبة الكرة توصل إلى جمال يعقوب جمال بينقلها ناحية وليد الجاسم إلى جمال يعقوب إلى سعد الحوطي الحوطي بينقلها جهة اليمين توصل إلى نعيم نعيم بيلعبها لجاسم لحمود فليطح بيطلع منها لعبت سبعة عشر هو اللي طلع ريفار ونزل بداله كورين كرة ملعوبة توصل هجمة خطرة الفريق الروسي كرة ملعوبة الروسي كرة ملعوبة يقطعها حمود بليطح ترجع مرة ثانية وتوصل ناحية وليد كرة وليد مشارك لكن في صفارة وفي فاول طاح منه وليد الجاسم ريفار بدال كورين 15 بدل 17 فاول لفريق الاتحاد السوفيتي كرة ملعوبة اللعب يحصلها خطرة وشوت تروح الكرة برا الملعب اوت 15 كورين اللي توه نازل بشوت كرة انما تطلع الكرة برا الملعب كرة مع طرابلسي
ثبتها ضربة مرمى طرابلسي، لعبها لمحبوب للطرابلسي، كرة مع محبوب، جمال يعقوب، نعيم سعد، نعيم مغطي عليه اللاعب سيرجي جافلو، ينقلها ناحية الشمال توصل لوليد الجاسم، كرة مع وليد، وليد بينقلها لفتحي لمراقب من اللاعب المدافع، وفي فاول على اللاعب الاتحاد السوفيتي. لعبت على طول توصل الى وليد جاسم، وليد بينقلها طويلة كرة قدام توصل ناحية جاسم وناحية فتحي، لكن اغرب لها المدافع من الاتحاد السوفيتي، بيلعبها طويلة قدام وتوصل في نص الملعب، حصلها كورين داخل معاه محبوب، اخذها مرة ثانية وصل لمحبوب اللي متقدم، وفي هاندبول لمسة يد على اللاعب من الاتحاد السوفيتي، محبوب اللي بيتقدم، وبيصل الدخيل، وهذا حمود فليطح على الدخيل، شوت الدخيل، انما تروح الكرة وين؟ تطلع الكرة برا الملعب. طبعا والحقيقة الوصول لدور الثمانية شيء مثل ما قلتكم مو سهل طبعا، وما كان طبعا، انما شباب الكويت ايضا اللي وصلوا في اول فرصة لهم في دورة اولمبية يوصلون لدور الثمانية امام فرق اوروبا الشرقية، فرق قوية ومجموعة صعبة، الكرة ملعوبة عرض توصل الى دادي بلعبها وترجع مرة ثانية، وانما تطلع الكرة برا الملعب. خمس دقائق مضى من زمن الشوط الثاني من المباراة، والنتيجة ما زالت لحد الآن 1 لحارس السوفيتي فريق الروسي لا شيء، منتخب الكويت لعبة رمي التماس. كرة مع الزندر، يوري يلعبها جهة اليمين إلى تنجيز، يما يوري تنجيز تقدم فيها كرة معاه، يلعبها يقطعها حمد توصل إلى سعد الحوطي، سعد الحوطي بيصل للدخيل، كرة مع الدخيل، دخيل بيعدي، كرة مع الدخيل وبيلعبها لحمد فليطح بطول منه، طول محمد فليطح توصل مرة ثانية، اللعب في نص الملعب بيحصلها يردها مرة ثانية وتوصل في نص الملعب ناحية الشمال، اللعب الى سيرجي جافلو الى كورين، كورين كرة معاه ماخذها ماشي، كرة مع كورين 15 توه نازل بيعدي من نعيم جهة يمين، كرة معاه وداخل معاه ومطلعها بعد كرة خطرة يبعدها محبوب وتوصل الى فيصل الدخيل، دخيل كرة معاه لعبها عطول لنعيم سعد جهة اليمين، كرة مع نعيم، نعيم بينقلها لكن بينقلها خطأ، نعيم توصل ليوري، يوري بيطلعها توصل مرة ثانية عند محبوب، محبوب بيهدي اللعب بياخذها محبوب، يأتي من على طول إلى حمد، وحمد حمد كرة معاه فيصل الدخيل لكن قصيرة توصل للاعب ثمانية اللي هو فلاديمير، فلاديمير ماخذها وماشي كرة معاه، فلاديمير بينقلها داخل معاه توصل لحمود فليطح بفاول على وليد الجاسم. سبع دقائق مضى من زمن الشوط وشايف أن الفريق الاتحاد السوفيتي هو اللي ضاغط، وكرة ملعوبة توصل جهة اليمين وبيحصلها إلى بايدور، كرة معاه بيلعبها عرضية ناحية الشمال توصل إلى أوليك، أوليك إلى كورين يباصيها ترجع مرة ثانية في النص يستقبلها اللاعب اللي هو فايدور، فايدور ينقلها جهة يوري،
كرة ملعوبة وهات تخذ كرة اللعب وتوصل وخطرة أفضل كرة ملعوبة هات تخذ إلى عشرة واضح مثل ما قلت طريقة لعبهم هي هات تخذ وتلعب ودفاع الكويت بيلعبون على طريقة دفاع واحد يعني المرور منهم المرور من كل الدفاع وتسعة تسعة اللي هو يوري بيسجل الهدف الثاني في الدقيقة ثمانية في الدقيقة ثمانية يوري سجل الهدف الثاني لأن في تغطية الدفاع بيلعبون من مركز من البداية طريقة هاتو خوز وانتو وهذه طريقة صعبة جدا في المرور من دفاع الكويت توصل لحمود فليطح وفليطح بيلعبها لفيصل الدخيل والدخيل كرة معاه بيلعبها عطول لحمد وحمد تروح منه وتطلع الكرة برا الملعب كورنر. أنا في رأيي يعني شايف أنا طبعا نعيم سعد كان يلعب مصاب فلذلك شايف أنا شوية لعب ناحية الشمال أكثر لاحظ أكثر في الكرة ملعوبة تلعب توصلنا ما يبعدها المدافع بلعبة الكورنر تاخذها فليطح يلعبها وفي توصل لحمد وحمد وفي راية مرفوعة وفي اوفسايد اوفسايد مع ان حاول ناوي نعم اثنين منتخب الاتحاد السوفيتي ناشئ منتخب الكويت الوطني ومثل ما قلت لكم طبعا فريق الاتحاد السوفيتي ايضا فريق ما هو سهل وصل الدور طبعا الثمانية وفريق المؤهل والمرشح لكأس البطولة وطبعا مع المانيا الشرقية ومع تشيكوسلوفاكيا وكرة ملعوبة ومع يوغوسلافيا كرة ملعوبة توصل جهة اليمين توصل هاي الخطرة كرة ملعوبة تلعب جول هاي لازم يخلون بالهم من اللعبات اللي فيها وانتو هذه اللي بتلعب على طول ولذلك يجدونها إجادة تامة وكرة على طول يفتحون فيها دفاع منتخب الكويت الوطني لكن أوفسايد أوفسايد اللاعب سيرجي أندريف كان موقف تسلل كرة ملعوبة عند فتحي كميل ياخذها خمسة منه اللي هو أوليك يلعبها إلى ثمانية فلاديمير إلى أوليك أوليك إلى سيرجي شافلو كرة في ناحية يوري بينقلها جهة اليمين فريق الاتحاد السوفيتي بدأ يأخذ كرة أفضل كرة مع تنكيز يلعبها إلى ثمانية فلاديمير وبينقلها قدام لكن توصل إلى أحمد الطرابلسي عشر دقائق مضى من زمن الشوط الثاني اثنين منتخب الاتحاد السوفيتي لا شيء منتخب الكويت الوطني كرة مع وليد الجاسم كرة مع وليد الجاسم وليد يلعبها لسعد الحوطي سعد الحوطي كرة معه فيصل الدخيل كرة مع الدخيل اخذها وماشي لعبها الجاسم توصل ناحية فتحي حصلها ولا سريعة تطلع كورنر لعبة الكورنر حمد لعبها يبعدها أيضا المدافع مرة ثانية تطلع كرة برا الملعب كورنر مرة ثانية وتلعب ياخذها حارس المرمى داريف ريناد لعبها على طول لفريق الاتحاد السوفيتي كرة معاه بينقلها طويلة جهة اليمين توصل بيعدي 15 كورين بينقلها إلى باجز كرة معاه والكرات العرضية بيمر بيعدي شو بيعدي الكرة مع نعيم بيعدي منه لكن نعيم بيغطي عليه وتطلع الكرة برا الملعب لعبة ضربة المرمى إلى حمود فليطح فليطح كرة معاه بيطولها قدام فتحي كمين فتحي حاول يمر فتحي
لكن بطول منه تطلع كرة كورنر. عمقان اللاعب الروسي انا ما لمسته مساعد حكم يجاول له اذا لمسته. انا شايف ان مدرب كانه بيغير، شايف انا الان شايفه كانه بيغير كرة ملعوبة دخل لما حارس مرمى بيطلعها من قدامه وتطلع الكرة برا الملعب ريم التماس في كورنر. ريم التماس شايف كانه شايف انا حد يستخدم ظاهر بيغير لعبة ليضح بينقلها وانما حارس المرمى بينص وبياخذها وطويل لعبها بعيدة على طول جهة اليمين توصل الى فريق الاتحاد السوفيتي. كرة في نص الملعب حصلها يلعبها الى كورين اللعب بدل ريبار بشوت انما وين لا من بعيد ما عندهم تهديف لا ابدا لا تواري نفسك من بعيد ما في تهديف جيد لكن عملية الونتو هذا يوري الونتو مرور الحقيقة سليم ولذلك الهدف الأولاني تهاون فيها دفاع منتخب الكويت مو طلعها بسرعة لكن تهاونوا فيها وطلعوها على طول داخل المرمى. أي ضربة المفروض تنظيف المنطقة وارد في المكان هذا على طول ما لازم يترك أي كرة كرة ملعوبة محبوب يطولها قدام اللعب كرة عالية في نقطة فيصل في نقطة الدخيل لعبها لفتحي راسه للدخيل لفتحي كميل مرة ثانية كرة مع فتحي بيهوش كرة مع فتحي بيهوش وبيحاول يعدي يمر الكرة مع فتحي لكن فتحي مع خمسة اللي مراقبة على طول فاول عمل هذه اللي يعملونها في شرق آسيا اللي هي هذه المقص ويايبة فاول لمنتخب الكويت الوطني فاول اثنين منتخب تعز الثلاثي منتخب الكويت الوطني وصل جاسم كور الله يا ابو حمود حلوه من نعيم سعد على طول على صدر جاسم يقول له تعالي خذها بشماله جاسم يعقوب في الدقيقه 14 جاسم يعقوب لعب الفاول نعيم سعد على صدر جاسم قال له حياك وخذها بشماله وعلى طول بيحطها الهدف الاولاني لمنتخب الكويت الوطني في الدقيقه 14 جاسم يعقوب حلوه وجول حلو من جاسم يعقوب ما شفناه الا بالشبك كره ملعوبه 9 اللعب ليوري فرحة حلو كره ملعوبه في نص الملعب و2-1 كره مع فريق الاتحاد السوفيتي وهجمه وكره معاه تنقطع مره ثانيه لي حمد محمد وهجمة عكسية وجمال عقب معاه وحمد كرة معاه ما خلوه ماشي وجمال طالع له وكرة بيلعب على جاسم لعبها لجاسم جاسم لعبها تخذ نمط وصل سريعة عند حارس المرمى اللي هو داري فرينات هدفين بهدف واحد الكويت اثنين منتخب الاتحاد السوفيتي مضى حوالي ربع ساعة من زمن الشوط كرة اللعب وتوصل جهة اليمين وبيحصلها منتخب الكويت وصل الكرة معه بيلعبها على طول اللعب وخطرة وشوط انما تروح الكرة برا الملعب اوت نعيم بيلعبها على صدر جاسم يمتصها بشماله وبيحطها داخل المرمى وفي مضى ربع ساعة من شهر الساعة وهدفين بهدف هذا محبوب واثنين واحد ثبتها طرابلسي راح يلعبها محبوب جمعة ومشوية كرة ملعوبة وتوصل لحمد محمد يلا يا شباب لدخيل لحمد
حمد كرة معاه بيلعبها ناحية وليد الجاسم، كرة مع وليد بيعطيها جمال يعقوب، وجمال بيطولها ناحية طويلة وبيعطيها بيطولها قدام وبيطولها جمال يعقوب وتوصل غريبة، لكن بيحصلها المدافع الروسي بيلعبها على طول إلى زميلة في نص الملعب، ترجع مرة ثانية وطويلة اللعب ناحية جمال وهجمة وحصلها وليد الجاسم يشترك معه بيطلعها بر الملعب كورنر. كورنر الوطني، وليد الجاسم، ونزل سامي الحشاش، نزل وليد الجاسم سامي الحشاش، قلت أنا في تغيير وفي تغيير، غير كرة ملعوبة وتوصل إلى فريق الاتحاد السوفيتي، وهدف جميل بحصة جاسم من أبدع الأهداف، كرة ملعوبة تنقطع مرة ثانية وتوصل في نص الملعب وبشوت، لكن تنقطع مرة ثانية، توصل يا شباب واحد في النص، ترجع مرة ثانية وبيحصلها، إنما بيبعدها وفي صفارة بفاول، بفاول. طبعا سامي راح يلعب مع محبوب وجمال الرحباك، والله حسب ما أعتقد كذي، حسب ما أنا شايف، أو محبوب راح يروح باك شمال. طبعا راح نشوف اللعب الآن، راح نشوف في حيطة معمولة وفي فاول الآن، بفاول ستة يمها سيرجي شافلو، 2-1 مضى حوالي 18 دقيقة، يباصيله مش ضربة حلقة مباشرة، بصالة وشوت وضربت المرة ثانية توصل لحمد بيقطعها، انما ياخذها اللاعب الروسي بيلعبها ناحية الشمال، فيصل بيتابعه، تطلعوا 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 تطلعوا، شايفه طلعت اوت، شايفه طلعت اوت، يمي شايفه، والحكم كان شايف انا يمي شايفه، والحكم كان شايف انا ايضا رافع الرايه، واثنين واحد، والشباب ايضا هدف جميل، كره ملعوبه عند نعيم سعد، نعيم بيلمها والكره ما عم يلعبها على طول الى سامي الحشاش، الى جمال يعقوب، ومحبوب تقدم ناحيه الشمال، محبوب هو راح يلعب باك شمال، بدا وليد الجاسم يلعبها محبوب لفتحي، انما تنقطع ثلاث مره ثانيه بفاول على محبوب، حكم من المكسيك يقول لا 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 ما تسوي شيء، فاول تلعب على طول، توصل يوري، يوري كره معاه ومضت تحت عشان تجي من الشوط الثاني، تلعب يقطعها سامي الحشاش، ياخذها جاسم، هيها الى فيصل الدخيل، دخيل عملي مدح كميل، مدح كميل معاه بيحاول يعدي، داخل معاه تنكيت، بينقلها، توصل عند جمال يعقوب، كرة مع جمال، جمال يلعبها على طول الى محبوب جمعة، محبوب يطولها قدام وطويلة والكرة ملعوبة، جاسم بنط براسه، ياخذها المدافع، بيلعبها على طول، توصل قريبة عند سامي، سامي بيطلعها برا الملعب اوت. شدوا شباب وبدأوا يلعبوا الكرة وبيجاروا الحقة من شوية، أيضا في أيضا روسيا وفريق يلعب بجمهوره وفريق المرشح الأول للبطولة، والكرة ملعوبة وبشوت وطلع طرابلسي وتابع طرابلسي وتابع طرابلسي، هذا بيصير كلامي إنه أول مرة ناس من طرابلسي بيرمي نفسه عليها وبيطير له كرة حلوة، شايتها اللاعب الروسي حاطها بالزاوية، ما طرابلسي شايل كرة قوية، طرابلسي شايل كرة قوية، محبوب محبوب جمال ليطح نعيم سامي فليطح نعيم فليطح تنقطع توصل فاول على فليطح،
يعطي انذار. لا بيشاول له بيشاول له. تردد هو راح حط ايده مخباته بعد قال بطل. لا خلاص ما في شيء لعبت. توصل في نص الملعب فريق الروسي وما ضاع شيء واجي 25 كعذيلة الى يوري جت اليمين تلعب توصل لفريق الاتحاد السوفيتي وثالث نقله تلعب يقطعها محبوب ويتابعها يلعبها على طول لما تطلع كرة برا الملعب. هذا فنلندي مساعد الحكم كرة ملعب على طول توصل لما لسامي الحشاش سامي الى احمد الطرابلسي. جمال يعقوب الى سامي الحشاش طويل لعبته الحشاش لجاسم. جاسم بيهيئها لمحبوب جمعه ياخذ له مكان بيتقدم بيعليها الى محبوب وبيعليها محبوب فعلا انما يقطعها المدافع توصل لحب يقطعها المدافع توصل لحمد الشوت تضرب في المدافع كرة برا الملعب كورنر. حلوة 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 وهذا حميد صحي تراده وبيلعب حلو حمد محمد وهو الكابتن وكرة كورنر 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 لمنتخب الكويت الوطني دقيقة 21 زمن الشوط الثاني الكرة ملعوبة كورنر بنت حارس المرمى لكن ياخذها حارس المرمى بيلعبها طويلة كرة عالية قريبة تعدي من نعيم سامي بنوط جمال بنوط توصل مرة ثانية توصل إلى فلاديمير. فلاديمير بينقلها كرة مع الفريق الروسي أخذها وكرة ملعوبة تنقطع إنما خطرة لاحظ طرابلسي لاحظ طرابلسي هذا التهاون في خط الدفاع الحقيقة المفروض تنظيف المنطقة لأن يشتركون بين سامي وبين وليد القاسم وبين مولد طلع بين جمال يعقوب وتروح الكرة بيصدها أحمد الطرابلسي اللي بيشيل لعب كبير اليوم أحمد الطرابلسي كورنر لعبة الكورنر يبعدها سامي الحشاش توصل إلى فيصل الدخيل ليطح بلمها ياخذها يطلعها برا الملعب أوت. سويد سويد نزل من اللي طلع سويد نزل كرة ملعوبة نعيم سعد سعد نعيم لسويد سويد كرة معاه كرة مع سويد تروح منه توصل في نص الملعب ياخذها اللاعب الروسي كرة معاه بيحاول يعدي بيحاول يمر بيحاول يمر دق مع جمال يعقوب دق مع محبوب يقطعها منه 2-1 2 فريق الروسي 1 منتخب الكويت. الوطني كرة ملعوبة تنقطع توصل عند محبوب جمعة اللعبة توصل إلى جاسم جاسم كرة معاه لسويد سويد بينقلها جهة اليمين توصل إلى نعيم سعد نعيم بينقلها ناحية جاسم وطلع حارس المرمى لما حارس المرمى ياخذها من جاسم يعقوب ومضى حوالي 24 دقيقة اللعب على طول جهة اليمين كرة في نص الملعب مع الفريق الروسي ومنتخب الكويت يلعب مباراة كبيرة جدا كرة مع فايدور فايد رجع مرة ثانية المدرب الروسي هذا احتياطي بيحسبون وتلعب وهذا خذ مرة ثانية كرة تلعب ناحية الشمال صح نعيم سعد فتحي يلا يا فتحي كرة مع فتحي
فتحي يلعبها في عرض ملعب الى شوي لفيصل الدخيل. الدخيل بيلعبها انما تنقطع توصل. فليطح اللي طلع ونزل سويد. كرة ملعوبة على طول توصل الى هجمة وهتخذ. لكن محبوب يطم من ناحية الشمال. كرة مع محبوب. طلع اللي هو فليطح ونزل سويد. كرة ملعوبة باجي اخذ 20 دقيقة. كرة مع حمد. حمد مع سعد الحوطي. حوطي كرة معاه. يلعبها على طول الى سويد. سويد كرة معاه وسويد الى الحوطي والحوطي لسويد. يلعبها لحمد ابو حمد. حمد بيلعبها على قناع الشمال الى محبوب جمعة اللي بيعليها. فعلا بيعليها محبوب جمعة ناحية جاسم لكن وين توصل قريبة عند حارس المرمى. على طول يرميها الى سيرجي شافلو. شافلو بينقلها في نص الملعب. اللعب مرة ثانية وتوصل كرة الى فريق الاتحاد السوفيتي اللي بيلعب على الشمال. نعيم اشترك معاه لكن في فاول على نعيم سعد. غير سليم ومضى حوالي 26 دقيقة والنتيجة ما زالت لحد الان 2 منتخب الاتحاد السوفيتي الاولمبي 1 منتخب الكويت الوطني الاولمبي. و فاول بيعليها الناحية الثانية. بباصي وشوت. باصة لعبها وشوت طلعها طرابلسي. متابعها طرابلسي بعد ما شاط. ترجع مرة ثانية وتوصل إلى اللعب. طرابلسي هو اللي بيصيدها وترجع مرة ثانية توصل إلى ناحية الشمال إلى حمد وحمد. حمد كرة معاه. حمد بيلعبها لفتحي. فتحي بيحاول يحصلها. شو بيعمل بيعمل والدها خذها منه. سبعة 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 سيرجي يأخذها من سبعة فتحي. توصل مرة ثانية في نص الملعب وتوصل إلى كيرون. تنقطع نص مرة ثانية. الفريق الاتحاد السوفيتي 2 منتخب الكويت الوطني 1 كرة ملعوبة توصل إلى 8 فلاديمير. فلاديمير في النص بينقلها إلى أوليك. أوليك في نص الملعب ناحية الشمال إلى أوليك مرة ثانية. تنقطع توصل ناحية الشمال يوري. يوري كرة معاه. اللعب ناحية اليمين. هجمة وهتخذ. كرة ملعوبة يقطعها سامي. توصل سعد حوطي. توصل إلى فيصل الدخيل. توصل إلى فيصل الدخيل. دخيل كرة معاه. بيعدي الدخيل كرة معاه. لعبها لسويد. سويد بينقلها جهة اليمين إلى نعيم سعد. كرة مع نعيم. نعيم ينقلها كرة لكن وين المرة عند حارس المرمى. سوى مثل ما عملتها من شوية بدأ 14 لجاسم. توصل مرة ثانية الفريق الاتحاد السوفيتي يوري. تسعة بينقلها جهة اليمين. اللعب ترجع مرة ثانية. بيعدي يقطعها. برافو جمال يعقوب. ويتابعها وياخذها يلعبها لحمد وحمد. حمد كرة معاه. حمد بينقلها إلى جمال. وجمال لسويد. طلعها من المدافع وتوصل إلى باجز. باجز كرة معاه. يلعبها ناحية الشمال وتوصل لثمانية. فلاديمير. فلاديمير كرة معاه ماخذها وماشي. وبشوت. بشوت لكن سهلة بيد أحمد الطرابلسي. آخر 16 دقيقة والنتيجة ما زالت لحد الآن 2 منتخب الاتحاد السوفيتي 1 منتخب الكويت الوطني. هذا الشوط الأولاني
لفايدور وهدف ثاني ليوري دخل 18 الثاني، هدف الجد 14 في الشوط الثاني، كرة مع حمد وحمد، هذا حمد بالصورة وكرة ملعوبة وتوصل إلى سويد، سويد يلعبها جهة اليمين إلى نعيم سعد، نعيم ينقلها توصل جاسم، جاسم كرة معاه ويحاول يمر لكن الحكم ما في شيء، بيشاور كرة ملعوبة وهجمة عكسية فريق اتحاد سوفيتي، كرة ملعوبة على الشمال إلى كورين سبعة اللي بيعدي اللي بسيرجي، كرة معاه سيرجي بينقلها في عرض الملعب وتوصل مرة ثانية وهجمة خطرة يقطعها دفاع منتخب الكويت الوطني وبيصفر في فاول. لعبت على طول توصل لحمد، حمد كرة معه مع ان الكرة فرصة لمنتخب الكويت كانت هجمة عكسية مرتدة، الحكم بيعطي فاول ما فيها شيء، توصل سويد، سويد الى محبوب جمعة، ربع ساعة الاخيرة مباراة الكويت لحد الان شايف الكويت يقدم كرة حلوة جميلة وبينافس فيها الفريق الروسي، واثنين اسنسا ايضا عامل الخبرة وعامل ايضا الجمهور، فريق الاتحاد السوفيتي 11 لاعب من 11 مليون لاعب كرة قدم في الاتحاد السوفيتي، كرة ملعوبة جهة اليمين وتوصل مرة ثانية وبيحصلها كرة ملعوبة وخطرة طرابلسي، صدها طرابلسي وبشيل كرة حلوة طرابلسي وغطي عليها سامي توصل عند أحمد طرابلسي اللي بشيل اليوم الحقيقة عز كبير من المباراة وموفق أحمد الطرابلسي كرة اللعب وتوصل إلى سعد الحوطي، نعيم سعد ربع ساعة على 14 دقيقة الأخيرة من زمن الشوط، كرة مع نعيم ونعيم الى جمال يعقوب، سامي الحشاش، سامي بيطولها قدام طويله كره لكن وين عند حارس المرمى اللي بدا يطلع على طول وبياخذ يطلع على طول وبياخذ الكرات المرفوعه المفروض يلعبها أقرب إنما يلعبها لجاسم توصل عند داريف رينات يأخذها فريق الاتحاد السوفيتي، يوري صح سويد وهاند بول لمستين على اللاعب فايدو رقم 10، حوالي 120 متفرج موجود بين هذه الآلاف الموجودة في استاد دينامو موسكو، ومثل هذا مكاننا بالتعليق وهو المكان اللي فيه تنقل المباراة كل أنحاء العالم، وطبعا هذه خبرة كبيرة لكل طبعا الدول اللي بنشوف الآن منتخب الكويت الوطني، كرة ملعوبة توصل لما يفتح المدافع وترجع مرة ثانية تلعب ناحية اليمين ياخذها محبوب يعليها مرة ثانية توصل لجاسم لكن كان أوفسايد، جاسم هو في حالة لعبها كان في موقف تسلل وهجمة عكسية مرة ثانية وتوصل جهة اليمين وبيحصلها لاعب تلعب إلى ستة وبيحط الكرة معاه وبيلعبها وخطرة وبشوت روح الكرة برا الملعب أوت، يوري هذا يوري بدي أقول كلمة اللي بعدها لكن كرة مع يوري أحمد الطرابلسي تلعب توصل إلى جمال، جمال بينقلها ناحية الشمال على طول توصل إلى محبوب ينقلها على طول إلى جمال وجمال كرة معه بينقلها إلى نعيم ونعيم كرة معاه ماخذها وماشي نعيم بيلعبها على طول نما يباصيها خطأ لفتحي صاحب المدافع توصل إلى لاعب الروسي كرة معاه يعدي يصحها من برافو يا سامي الحشاش ترجع مرة ثانية وتوصل جهة اليمين أقرب لها اللاعب الروسي يلعبها خمسة اللي بياخذها اللي هو أوليك كرة معاه بينقلها في نص الملعب ترجع مرة ثانية وتوصل
الى الفريق الروسي في تغيير. هذا لاعب بينزل لاعب الفريق الاتحاد السوفيتي بغيرون شايف هذا في لاعب بيسخن بينزل فتلعب ناحية الشمال توصل ل 15 اللي هو كورين كورين كرة معه هات تخذ تلعب بيعدي خطرة بشوت كرة عرضية ما يبعدها محبوب جمعة توصل إلى سويد سويد لحمد حمد لسويد في فاول فاول في تغيير الحكم لعب في تغيير هذا 11 بينزل فاليري وبيطلع يوري بدل مجهود كبير يوري 9 فاليري رقم 11 نزل بدل يوري 9 لعبة الكرة الفاول لمنتخب الكويت توصل الكرة الى نعيم ونعيم بينقلها توصل ناحية جاسم بيطلع حارس المرمى اللي بيحصلها حارس المرمى المرمى اللي بيحصلها حارس المرمى اخر 10 دقائق 2 منتخب الاتحاد السوفيتي 1 منتخب الكويت الوطني كره ملعوبه في نص الملعب توصل الى فريق الاتحاد السوفيتي كره ملعوبه وهجمه ومنفرد وخطره ولعبها بولسي برافو برافو طرابلسي كره ملعوبه بينيه حلوه كره مع حمره ثانيه وبيصيدها طرابلسي بعد ما انفرد اللاعب من الاتحاد السوفيتي بعد ما انفرد وهذه هجمة مرة ثانية وتوصل ناحية نعيم سعد نعيم كرة معه بشو تضرب برين اللاعب الروسي تطلع كرة برا الملعب كبير الحقيقة طرابلسي اليوم يوم الطرابلسي كتب له أيضا في موسكو أيضا مباراة كبيرة أمام فريق الاتحاد السوفيتي تلعب لسامي الحشاش سامي بيلعبها على طول إلى جمال وجمال بينقلها لمحبوب محبوب ينقلها لسعد الحوطي والحوطي بينقلها لأيضا محبوب محبوب ترجع مرة ثانية بتوصل لجمال إلى جمال جمال بينقلها ناحية نعيم سعد كرة مع نعيم أولاد حيدر اللياقة البدنية أيضا عالية كرة ملعوبة عند سويد سويد بيلعبها لإنما يطلعها المدافع يحصلها تطلع تراوس تطلع تراوس رامي التماس فتحي كميل لعب رامي التماس اللعب لفتحي عمد لفتحي مرة ثانية فتحي بشوت ما فيها شيء حط عليه أفصاد لأن ما فيه تغطية حط أفصاد فعلا لعبت توصل لحارس المرمى داريف ريال توصل لحارس المرمى داريف ريناد كرة في عرض الملعب اللعب باصيها هتخذ لكن ياخذها سويد لعبها للدخيل اغرب لها المدافع حاول يحصل الدخيل انما تنقطع للفريق الروسي ترجع مرة ثانية ناحية الشمال انما تطلع الكرة برا الملعب دخل كريضا بيقدم مباراة وشوط كبير واثنين واحد وهات لك طبعا كرة ملعوبة الى سامي سامي يلعبها لنعيم نعيم يلعبها الى فيصل الدخيل يرى الدخيل يعدي الدخيل يلعبها وهات تخوض الدخيل نما يدفع لاعب رقم 8 اللي هو فلاديمير والشايف فيصل بروح كلم الحكم فعلا فيها دفعة كرة ملعوبة الى سيرجي شافلو سيرجي بينقلها في نص الملعب وخلاص الظاهر انه باقي اخر 7 دقائق من زمن الشوط الثاني 2 فريق الاتحاد السوفيتي 1 الكويت كرة ملعوبة طرابلسي طالع طرابلسي بيطلعها برا الملعب او رامي التماس رامي التماس اللعب فاليري لعبت ضعها محبوب سرعي محبوب سرعي محبوب أباجي شيء خلاص كرة ملعوبة طويلة من محبوب ناحية جاسم جاسم بيهيئها براسه لكن تطلع رمي التماس توصل من تنكيز إلى فاليري فاليري كرة معاه
ياخذها من سعد الحوطي، يرجع ياخذها باليري ويلعبها باليري لكن الطرابلسي، وتوصل ناحيه نعيم سعد، الطرابلسي طايح في ارض الملعب. ان شاء الله ما في شيء، انما في فاول، فعلا في فاول. طرابلسي ظاهر انه دفع من تحت ونط تحته طرابلسي. ان شاء الله يطاول تكون بسيطه ويقوم ضايع عاده بالبطيء. انا عندي طبعا قام طرابلسي بالسلامه، كره ملعوبه على طول توصل الى نعيم، ونعيم سعد الحوطي، سعد الحوطي واخر خمس دقائق، كره مع سعد الحوطي، جهه اليمين توصل الى حمد ابو حمد، حمد ابو حمد كره معاه يلعبها في عرض الملعب، وتوصل مره ثانيه الى جمال لما تنقطع وتوصل لسعد الحوطي، ياخذها اللاعب الروسي وبيهجم استقطاعها وبيعدي من سامي الحجاج، كره معاه بينفرد المرمى، كره معاه وبيحاول يمر، كره معاه بيلعب يعرضها خطره خطره وبيشوط لطرابلسي، توصل لسامي يا طرابلسي، برافو يا طرابلسي، كره ملعوبه بعقل وبتعقل، كره منقوله لعرضيه، لكن الطرابلسي اليوم اقدر اقول احلى مباراه لعبها في حياته، وصد اكثر كرات الطرابلسي بجيل عب كبير. صوته مره ثانيه اللعب لسويد بتروح منها، توصل لجاسم، لكن تروح منها، توصل لجاسم، لكن بياخذها مره ثانيه سويد، سويد بيلعبها انما تنقطع وفي فاول في صفاره. في انذار، في انذار للاعب من الاتحاد السوفيتي، ترك مع جاسم فاول رقم 8، اخذ انذار فلاديمير، الحكم يعطي انذار واي لاعب معاه انذارين توقف المباراه اللي تليها على طول، مثل ما حصل مع حسين سعيد لاعب الفريق العراقي. و خمس دقائق الاخيره والاربع دقائق الاخيره من وقت نصف زمن الشوط الثاني، ونتيجه ما زالت 2 فريق الاتحاد السوفيتي 1 منتخب الكويت الوطني. ثبتها فيصل الدخيل بشوت، بشوت الدخيل هدف حارس المرمى وتفر، فعلا بعد ما حطها الدخيل، لكن هذا الدخيل بيحطها بالزاويه اليمين لكن حارس المرمى بيطلعها في اخر لحظه. رامي التماس، محبوب جمعه الى سعد الحوطي، سعد بينقلها لحمد ابو حمد، حمد فيصل الدخيل، دخل كرة معاه، ارجع دخيل، لعبها انما يصاح المدافع، توصل مرة ثانية عند اللاعب، شوي مشترك معاه، كورين، توصل جهة اليمين إلى فاليري، ومنقولة واللي أسرع لها، لكن جمال أسرع لها وتوصل إلى أحمد طرابلسي، طرابلسي على طول بإيده وآخر دقائق خلاص، كرة ملعوبة عند محبوب، محبوب إلى حمد، كرة مع حمد. حمد يلعبها الخمس دقائق الاخيره للساحب، انا الان توصل الى نعيم، ونعيم ينقلها انما حارس المرمى اللي طالع في مره ثانيه بحبها طلع المدافع، الله برافو يا محبوب، كره بيطلع حارس المرمى بحبها محبوب، ترى خلصت اللي عليك، انما بحبها بيطلعها المدافع في اخر لحظه، كرة حلوة طلع عرض ضربي، انت محبوب حارس المرمى طالع في الجول، انما المدافع بيطلعها كورنر اللي هو فاجيز، هذا اربعة فاجيز اللي طلعها كورنر لمنتخب الكويت الوطني، كرة ملعوبة وفيض حارس المرمى بيطلعها مرة ثانية بايده، توصل الى فاليري، كرة مع فاليري وبيعدي، صح لازم يعمل كذي، لازم يعمل كذي، والحكم بيعطي فرصة، لكن في فاول، في فاول، الحكم بيعطي فرصه بعد ما شده مدافع منتخب الكويت لانه بيعدي منه، بياخذ انذار فيها محبوب فاول
فاول فاول وفي انذار لمحبوب. حلوة المباراة، وقدم فريق منتخب الكويت الوطني في دور الثمانية في اصعب مجموعة مع كولومبيا ونيجيريا وتشيكوسلوفاكيا، ووصل ولعب ودور الثمانية ايضا بخسر بشرف وبيلعب مباراة كبيرة مثل ما شايفنا الان. كرة ملعوبة وتوصل ناحية الشمال بين طبعا جمهور وبيحاول يعطى كرة برا الملعب. مثل ما قلت لكم انت الان لما تطلع 11 لاعب من 11 مليون لاعب غير لما تطلع في الكويت 380 لاعب بتطلع لك 11 لاعب طبعا، وايضا ما زالوا هم بيقدمون مباراة حلوة وكبيرة لمنتخب الكويت الوطني صح محبوب، ولا تقل عن ايضا مباراة الاتحاد السوفيتي وهجمة بهدون مرمى منتخب الاتحاد السوفيتي توصل الى فلاديمير، فلاديمير بياخذها وعلى ساحتي انا خلاص كرة ملعوبة وتوصل اثنين فريق الاتحاد السوفيتي واحد فريق منتخب الكويت الوطني بيحصلها في هاندبول لفت يد على نعيم سعد. حكم بيطالع ساعته خلاص الخمسة واربعين بقى الوقت الضايع طبعا ثبتها ومحبوب يقول له طالع الوقت طالع الوقت والحكم يطالع الوقت في فاول اللعب عند والله مسة يد بيلعبها ياخذها سويد سويد لحمد وحمد يقطعها منها المدافع وبيطلعها تطلع ولا لا يلحقها بيتاولون فيها توصل فلاديمير بيحاول انما توصل الى جمال يعقوب، جمال يعقوب كرة معاه طويلة بيلعبها جمال يعقوب توصل الى دفاع رقم اربعة اللي هو فاجيز بيتاولون فيها توصل فلاديمير بيحاول انما توصل الى جمال يعقوب، جمال يعقوب كرة معاه طويلة بيلعبها جمال يعقوب توصل الى دفاع رقم اربعة اللي هو فاجيز خلها في نص الملعب على طول كرة مع فريق الاتحاد السوفيتي وبيطولها قدام طويلة توصل الى جمال، جمال براوي يلعبها لمحبوب، محبوب ينقلها انما يقطعها توصل مرة ثانية بيحصلها وبيحصلها سعد الحوطي، سعد الحوطي ماخذها وماشي وبيلعبها ناحية محبوب علي، محبوب يلعبها بصفر وبيصفر حكم المباراة معلن نهاية ال 45 من غير حتى 10 ثواني ما في وقت ضايع، حتى 10 ثواني ما في وقت ضايع أبدا، كرة ملعوبة حكى المباراة من المكسيك ريبيو فاكس من المكسيك بساعدة من فرنسا وبدت واضح منتخب الكويت الوطني الأزرق كرة مع فتح كميل وأيضا مساعد الحكم من فرنسا فيرار وماتسون أندرس من فنلندا، كرة في نص الملعب توصل الى الفريق الاتحاد السوفيتي الفريق الروسي بيلعبها عطلة تنكيز، تنكيز كرة معاه بيلعبها في نص الملعب مرة ثانية وكرة بيحصلها وبيلعبها بيقطعها دفاع منتخب الكويت الوطني دخيل دخيل الحوطي حوطي لحمد اقرب لها اللاعب الاتحاد السوفيتي اللي هو فايدور تطلع الكرة من تمات وليد الجاسم سعد الحوطي كرة مع وليد الجاسم وليد بيلعبها قدام لسعد الحوطي بعد ما لعبها لكن بتروح الكرة عند في فاول في فاول لمنتخب الكويت الوطني بداية المباراة وليد الجاسم جمال يعقوب وليد الجاسم
توصل الى جمال نعيم سعد، كرة مع نعيم وداخل مع ريفار، تطلع الكرة رمي التماس للفريق الروسي. اللعبة كرة في نص الملعب مع الفريق الروسي عند اللاعب فلاديمير، ينقلها يرفعها نعيم سعد. توصل الى حمود فليطح، كرة مع فليطح بيلعبها للدخيل، دخيل بيلعبها لفتحي كميل، بيعدي من ثمانية فلاديمير، كرة مع فتحي للدخيل، دخيل لعبها لنعيم، نعيم بيلعبها مرة ثانية، توصل الى محبوب ينقلها لوليد الجاسم في دور الثمانية بمنتخب الكويت والاتحاد السوفيتي، كرة مع الحوطي بينقلها للدخيل لكن داخل المدافع وبيطلعها من برا الملعب اوت، اللي هو رقم 3 اندر. الكسندر تلعب يبعدها محبوب، توصل في نص الملعب ياخذها نعيم سعد، طويله بيلعبها عطول ناحيه فيصل الدخيل اقرب لها الكسندر، تطلع الكرة برا الملعب أو رمي التماس. لعبة رمي التماس توصل عند فاجيز بيلعبها. سبع دقائق تقريبا مضى من زمن الشوط الأولاني ولحد الآن في دور الثمانية. دور الثمانية يلعب بطريقة خروج المغلوب، يعني تعادل ماكو، حصل تعادل وقت إضافي وضربة جزاء. تلعب كرة في نص الملعب جهة اليمين، توصل مرة ثانية تلعب يعدي بيحاول يمر، تلعب خاطره وبيصلحها وبشوت فوق شوت، تدري فيكم كل واحد بيحط ايده على قلبه، خصوصا لما تي بيحاول يرجعها بالبطيء الظاهر ما هو قادر. شفتوا نقل مباراة الكويت لبلنغراد كانت احلى، في ساعة جايبها صوب وجايب كذا، لحد الان في دينامو موسكو، احنا في موسكو مو في لبلنغراد، عادي لحد الآن عادي كل شيء عادي. ضربة مرمى طولها، توصل في نص الملعب سعد الحوطي، حمد أبو حمد حمد أبو حمد مع تنكيز ياخذها لكن بتروح منه، توصل في نص الملعب تلعب الى ناحية الجناح الشمال، ياخذها اللاعب من الاتحاد السوفيتي على طول كرة معاه وبيلعبها الى تنكيز لما يقطعها منه فيصل الدخيل اللي راجع ورا بيساعد، تطلع الكرة برا الملعب. ضربة مرمى بيحتاج على الحكم، ممنوع مساعد الحكم يقول لا ما يصير، خلاص شاور ويقول لا، لكن ضربة مرمى. أحمد طرابلسي طويلة بيلعبها قدام، توصل لكن تطلع الكرة برا الملعب. لحد الآن فريقين هايبين من بعض، طيب انت تلعب في بلدك، فريق الاتحاد السوفيتي وجمهورك والاستاد مليان، دينامو موسكو كرة ملعوبة ناحية الشمال وتوصل بيقطع ما بتعدي من نعيم سعد رايح لحمود فليطح وبيقطعها وتعاون سليم، توصل الى فتحي كميل، فتحي بيعدي من خمسة اللي بيقطعها من قدامه اللي هو اوليك بيلعبها على طول الى فاجيز كرة معاه تنقل لكن بيقطعها جمال يعقوب وترجع مرة ثانية وتوصل إلى الفريق اليوغزلافي، شنو الإعلام اليوم أنا، وكرة في نص الملعب تلعب إلى الاتحاد السوفيتي وبيلعبها في عرض الملعب، كرة ملعوبة إنما تلعب في نص الملعب ياخذها مرة في نص الملعب تلعب إلى يوري 9
ينقلها، لكن ياخذها وليد الجاسم يلعبها في حوطي في مكان غير سليم، يطلع الحوطي برا الملعب اوت. رامي التماس تنكيز، تنكيز توصل في نص الملعب وبيحصلها بشوت، شوت انما بيد احمد الطرابلسي، اربع بشوت اللي هو فاجيز. لا فاجيز، لا شك انه طبعا مثل ما قلت لكم الفريق بيؤهل وبيوصل لدور الثمانية ويلعب في اقوى مجموعة بين نيجيريا وكولومبيا، ويوصل هذا في حد ذات اعتبار انتصار ومكسب، انتصار ومكسب يعني اللي اعتقد والله العظيم انتصار ومكسب نوصل دور الثمانية في اول مرة، واول مرة بنلعب يعني بعد الكرة ملعوبة توصل للدخيل، الدخيل كرة ما عاد يلعبها انما يلعبها ل جاسم اللي كان متأخر ولاعبها على طول وشادة بشادة فعلا، شايف أنا لاعب تعسفيتي شاد جاسم فريوته وشاور حق الحكم، لكن الحكم شايف انه ينزل رموشة شوية، كرة ملعوبة ناحية الشمال توصل الى يقطعها وشباب يقدمون مباراة، كرة ملعوبة توصل في نص الملعب جهة اليمين، تنكيز بيلعبها في نص الملعب، توصل مرة ثانية كرة ملعوبة تلعب في الراس، لا بيلعبها ما يقدر ياخذها، انما توصل مرة ثانية وبياخذها رقم 10 اللي هو فايدور وبيباصيها في عرض الملعب الى فلاديمير، توصل ناحية الشمال ونعيم غطي عليه وتلعب في عرض الملعب، كرة بيصلحها بيحاول يمر ويلعبها، قطعها جمال يعقوب يرسلها على طول لحمود فليطح، فليطح كرة معاه يقطعها من قدامه فلاديمير، فلاديمير بياخذها مره ثانيه يلعبها ناحيه الجناح الشمال وترجع كره في نص الملعب وطويله يبعدها دفاع منتخب الكويت، وليد الجاسم توصل لحمد ابو حمد، حمد يلعبها للحوطي والحوطي لحمود فليطح، فليطح كرة مع فليطح يعطيها نعيم، أعطاها نعيم، نعيم بيعطيها قدام لحمد، حمد وبيهيئها إلى فليطح، فليطح بيحاول يعدي ياخذها من اللاعب الروسي ويلعبها على طول ناحية الشمال، هجمة ومشترك توصل ناحية الشمال قطعها محبوب جمعة، محبوب الأسمراني وكرة معه، هذا محبوب كرة مع محبوب، حمد يعطيها حمد، بداية شوط الأولاني أول دقيقتين كرة ملعوبة وتوصل جهة اليمين بيحصلها بايدور بينقلها ويلعبها على طول يقطعها محبوب توصل لحمد، وحمد منظرهم حلو أولاد وبيلعبوا الكرة حلوة لحد الآن ما في رهبة وشباب، والدخيل دخيل بيلعبها إنما توصل الكرة إلى فريق الاتحاد السوفيتي ياخذها تنكيز بيلعبها تنكيز بيلعبها ومشترك معاه ترجع الى تنكيز بينقلها على طول الى الفزندر، زندر يلعبها ناحيه اربعه اللي بيلعبها اللي هو فاجيز، تطلع الكرة برا الملعب أوت. حكى المباراة من المكسيك روبيو فاكس، ساعده من فرنسا وفنلندا، ولعبت فريق الاتحاد السوفيتي، كرة بياخذ لعبها فاجيز لعبها ناحية الشمال، لكن نعيم سعد بيخطفها يطلع كورنر. أنا شايف الحقيقة الجمهور وشايف أيضا شيخ فهد رئيس وفد الكويت أيضا، وشايف الإداريين، شايف الجمهور اللي ما يتعدى بين 100-110 أشخاص من الكويت اللي جايين وموجودين، شايف الملعب لعبة الكورنر تلعب، لكن تطلع الكرة وين تروح الكرة ما حصلها، لا تطلع الكرة برا الملعب أوت. مثل ما انتم عارفين يعني منتخب الكويت الوطني يعني لو يرجع إلى تعداد السكان في الاتحاد السوفيتي 260 مليون عدد السكان، عدد اللاعبين في الاتحاد السوفيتي 11 مليون لاعب، يعني عشان طلع 11 لو من كل مليون واحد طلع لاعبين في الاتحاد السجلين في الكويت 380 لاعب في الاتحاد رسميا، عدد سكان الكويت 1,000,000 واحد،
فطبعا في فارق لما طلع من 260 مليون من 11 مليون لاعب. اعتقد هذه بتكون فرصه. لكن شباب شباب قام ايضا بيقدمون كره حلوه ولحد الان، ومضى حوالي 5 دقائق وصفر صفر. كره مع وليد، وليد بيلعبها لجمال، جمال بيلعبها الى فليطح، فليطح بينقلها للدخيل، الدخيل لعبها ليطح، ليطح بينقلها للدخيل، الدخيل لعبها لفليطح مره ثانيه، وليطح بيلعبها حلوه ناحيه اليمين، تضرب في توصل عن فتحي وسعد الحوطي بيحصلها، سعد كره معه ولعبها جاسم، عملنا ما يلعبها بينيه، ما تكون بيصل الدخيل، توصل مره ثانيه، تلعب في نص الملعب، توصل الى تسعه اللي هو ماخذها وماشي، وهجمه الفريق التحالف يدي، كره لعبه تسعه، يقطعها محبوب، ترجع مره ثانيه وتوصل، تلعب تنقطع وتوصل في نص الملعب. اللي هو يوري بتروح منه وبشوت، تروح الكرة شاد اللاعب فلاديمير، هذا فلاديمير بشوت تروح الكرة برا الملعب، ياخذها مرة ثانية فاجيز، فاجيز كرة معه بينقلها ناحية الشمال، رايح لنعيم سعد، كرة مع نعيم واللي لاعبها توصل مرة ثانية إلى الفريق الاتحاد السوفيتي، بيحصلها فاجيز بيلعبها، تخذ رجلها خطرة وهتخذ تلعب خطرة وبيحاول يمر خطرة وخطرة وبيصلح بشوت يقطعها ويقطعها، وكرة دربكة بيحصل داخل منطقة 18 بشد المنافسة والضغط أمام المرمى، وإنما بيطلعها دفاع منتخب الكويت في آخر لحظة، في آخر لحظة، في آخر لحظة، وكورنر كورنر كورنر تلعب بعدها على طول فيصل الدخيل، كرة طويلة بيلعبها لكن ماخذها المدافع الشمال اللي مراقب فتحي على طول، وكرة يلعبها إلى قلب الدفاع، يلعبها جهة تنجيز، تنجيز هذا رقم 2، كرة معاه بيلعبها على طول قدام توصل، وهتاخذ سبب يحاول يعدي اللي هو شيرجي أندريف، ترجع مرة ثانية توصل إلى فايدور وحمد، وحمد وحمد بياخذها، كرة معاه بينقلها على طول إلى سعد الحوطي، سعد الحوطي إلى جمال يعقوب، جمال يعقوب يلعبها إلى فليطح، فليطح لفيصل الدخيل، والدخيل بيلعبها إنما توصل لجاسم، ياخذها حارس المرمى، حارس المرمى والمدافع بيشاور لي مساعد الحكم، لكن بتوصل إلى جاسم بيحصل له حارس المرمى داريف، داريف داريف رينات، ترجع مرة ثانية حلوة المباراة، كرة ملعوبة تنقطع مرة ثانية وتوصل في نص الملعب، الدخيل داخل داخل فيها الدخيل، معدي خط النص، كرة معه تلعب عشرة حوطي، حوطي كرة معه وبينقلها حمود فليطح، فليطح دخيل، دخيل لعب الحمد، الحمد حمد يلعبها في عرض ملعب إلى وليد ودفع، لكن ما فيها شيء، ما الحكم بيعطي بلام، ماشي اللعب في فرصة، توصل مرة ثانية وليد الجاسم، والجاسم لعبها في نص الملعب، كرة ملعوبة عن سعد الحوطي، الحوطي لعبها على طول إلى حمود فليطح، كرة مع فليطح ماخذها ومعدي وماشي، ملعوبة على طول لحمد، وحمد في نص الملعب ياخذها سعد الحوطي، الحوطي بيلعبها لمسار الدخيل، دخل سعد الحوطي، سعد الحوطي مش مجنون، لا ما سهلة 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 ومحلوة وماشية مثل العسل، حمد أبو حمد، حمد أبو حمد، كرة ملعوبة وتوصل ناحية الشمال لجاسم يعقوب، كرة مع ياسر يعقوب يلمها بيطلعها المدافع برا، كورنر 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 ودافع ما عليه، يخالف ما يخالف يا مكسيكي يا روبر يوباك، حلوين الاولاد لحد منظرهم حلو، شكلهم حلو وبيلعبون حلو وهم حلوين، كره في نص اللعب، كره في نص الملعب،